الحمد لله كما تقولون، لأنه لأول مرة في مدينة الدريوش تم افتتاح محل سولي الآيس كريم. الآيس كريم من نوع الرفيع، من نوع الإيطالي، اللي الحمد لله اعتمدنا ليه بزاف على المواد الأولية الجد رائعة، يعني كمثال كما تقولون كواحد الفاكهة اللي نادرة وقليلة اللي ما معروفاش في المغرب، واللي حاولنا ما أمكن غادي نستعملوها في الكلاص ديالنا، في الآيس كريم ديالنا، اللي هي لو دراغون فخوي، اللي مشهوره بزاف في اسيا في الصين. وبهذا الباب هذا غادي ان شاء الله غادي يكون عندنا واحد النوع ديال الكوفر اللي هو الويفل التركي، اللي رفيع بزاف واللي معروف بزاف في تركيا، واللي الناس الحمد لله كما تنقولوا مرتاحين له وتعجبهم بزاف. وعاد عندنا خدمات كثيره، من بينها كما تنقولوا ان شاء الله غادي يكون عندنا كما تنقولوا وجبات ديال الفطور اللي من النوع الرفيع، اللي ان شاء الله كما تنقولوا غادي تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. الحمد لله كما تنقولوا، نتمنى من الله بانه هذا المحل ديالنا يعجبكم، واللي عاود كما تنقولوا الاختصاص ديالو هو الايس كريم، واللي زدنا معاه كما زدنا معاه حتى العواصر، لانه يعني علاش يعني العواصر من جميع انواع الفواكه الخالصه. وبهذه المناسبه هذا تنقول للساكنه باننا راه موفرين لهم واحد المحل عائلي 100%، واللي غادي يكون على طيلة اليوم من الافتتاح ديال المحل، من البداية ديالو حتى الآخر ديالو في النهار. لأنه علاش؟ لأنه حنا عندنا واحد الحرمان في هذه المدينة، الواحد كما تنقولوا مع احتراماتي كما واحد الكونسيبت فاميليال، لأنه علاش؟ باش نشجعوا العائلات يجيو ويرتاحوا، لأنه كما تنقولوا والأهم عندنا هو تكون الجودة، لا في الخدمة لا في النزاهة لا في لاكاليتي دو برودوي لا في يعني حتى المسائل اللي نقدموا لهم من نوع الرفيع، لأنه كاع المسائل ديالنا الحمد لله اللي مستوردة من إيطاليا ومن تركيا. ومرحبا بكم في السوق.